بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل في شابتر 5 في سيكشن 5-3. وسيكشن 5-3 تقريبا ما فيش فيه إشي جديد، هو مجرد exercises ممكن تعتبريه أسئلة جديدة بس، مش إنه درس جديد أو موضوع جديد. موضوع أنا عارفه، مجرد أسئلة جديدة عليه. ويمكن السؤال اللي بدنا نبدأ فيه، بدنا نعمل syntax directed definition بيحول من infix لsyntax tree. هاي السؤال، بدنا نعمل SDD يعني syntax directed definition بيحول من infix لsyntax tree. طبعا في الأول واحدة تسألني إيش الinfix، ما احنا أخذناه قبل هيك، 2 ناقص 5 زائد 4 ناقص D زائد B. مسموح نستخدم ID ونمبرز في الinfix، تمام؟ هذا الانفكس. طب ايش السنتاكس تري؟ احنا قبل هيك اخذنا البارسنج تري وتكلمنا مره عن السنتاكس تري. البارسنج تري اللي هي فيها كل الديتيلز، انا بحط النون تيرمينال بايش بيستبدل زي ما كنا نعمل بارسنج. اما السنتاكس تري هي من الاخر الاوبريشن مين مع مين، الحسابات مين مع مين. يعني على سبيل المثال لما نيجي نقول مثلا 4 أو A زائد 4 ناقص C مثلا، شو السنتاكس تري لهاي؟ السنتاكس تري لهاي هي عبارة عن ناقص C زائد الـ A الأربعة على طول، زي ما أنت شايفة الليفز على طول هي النمبرز والأيدنتيفايرز. الانتر نودز اللي هم ايش؟ الاوبريتورز. من الاخر بيديني بيقول لي ايش العمليه اللي بدها تتم على طول. يعني بده يقول لي ايه بدها تنجمع مع 4 وبعدين الناتج بده ينطرح مع سي. فهذه بنسميها السنتاكس تري اللي بيكون فيها الانتر نود هو الاوبريتور وبكون فيها الليفز هي الاوبرانز تاعت هذا الاوبريتور. هاي باختصار، تمام؟ الان هو ايش بيقول لي؟ بدنا نعمل سنتاكس دايركتد ديفينيشن بيحول من انفكس لمين؟ للشجره هاي، للسنتاكس تري. طبعا احنا اخذنا كتير قبل هيك امثله على هذا الانفكس. اخذنا قبل هيك اذا بتتذكري يحول من انفكس لبوستفكس، واخذنا في المحاضره الاخيره اذا بتتذكري كيف يحسب القيمه عند الروت تاعت هذا الانفكس. واليوم هاي يضايف لسؤال ثالث، طب كيف نحول من الانفكس لمين؟ للسنتاكس تري. يعني بده الان تري حقيقيه فيها نودز وفيها ليفز وفيها قيم زي ما انت شايفه، ومؤشر هذا بيأشر على مين وعلى مين، هيك التري دائما. طبعا علشان اقدر احل سؤال من هذا النوع قلنا قبل هيك كيف تبدي تحلي. اول اشي تركيزي بده يكون في الجرامر اللي بيوصف السنتاكس. بعد ما بحط هذا الجرامر بصير افكر عاد عند كل برودكشن ايش الرول المناسب للحصول على التحويله المطلوبه، تمام؟ الان ايش الجرامر اللي بيوصف الانفكس؟ زهقنا منه. expression expression زائد term expression expression ناقص term الterm term في factor أو على factor والfactor expression أو id أو number، يعني زقناه هذا، وضحت؟ لكن لازم نحط هو كأساس علشان تفكر إيش الرول اللي قباله بده يكون. وهنا أنا بدي أحاول بس أرسم رسمة خفيفة، بعدين حنشوف التفاصيل من الكتاب، لكن إحنا نحاول الفكرة نفهمها من باب التذكير. كنا نقول expression بتعطيني مثلا expression زائد ايش؟ term. وبديش اعمل ال خلص term اذا بدك مش مشكله، ها term في factor، تمام؟ طبعا ممكن تكمل expression ناقص term وزائد term او term والterm term في factor او على factor او factor اذا بتعمليها كامله، بس انا بدي اخذ بس samples عشان نشوف كيف بدنا نفكر في التحويله المطلوبه، تمام؟ بعدين نشوف الجواب بشكل كامل. طيب بعد هيك بدنا نقول انه الفاكتور ممكن يكون اكسبريشن بين قوسين او نمبر او اي دي. ليش انا سمحت النمبر والاي دي؟ لانه هيك طالب اليوم في السؤال انه الانفكس قد تحتمل ان يكون اي ناقص 4 او زائد 4 ناقص سي. طالما يسمح بوجود الايدنتيفايرز في الانفكس انا لازم اعدل واطور على الجرامر اللي عندي. لو لا يسمح لا يسمح، لكن يسمح انا في السؤال وبالتالي انا اضفتهم. طيب الان تعالوا نفكر ايش الرول اللي انا بدي احطه قبال كل واحده فيهم. يعني مثلا
لما الفاكتور بيعطيني نمبر، لما الفاكتور بيعطيني مثلا رقم 4، ايش المطلوب منك تسوي في الحالة هذه في التحويل؟ ايش بدنا نعمل في التحويل؟ حتقولي بدنا نعمل ليف اللي هو نمبر 4، مش هيك؟ مش انا في النهاية عشان اعمل السنتاكس تري اللي تكلمنا عنها، مش يا اما بدي اعمل ليف يا اما بدي اعمل نود. النود اللي جوا فيها الاوبريتور، فيها طرف يمين وطرف شمال، والليف ما فيش فيها شيء، بس فيها الرقم نمبر وقيمته او اي دي والكسيم تبعه، مش هيك؟ هاي باختصار. طبعا انا قلت لك قبل هيك، اذا في تاسك بدك تعمليها في التحويل ما ترخمي حالك، افترضي في فانكشن معينه بتقوم بالمهام اللي بدك اياها، وبعدين على جنب بتقول الفانكشن الفلانيه بتقوم بواحد اثنين ثلاثه اربعه، وين قدرتي تعملي لها امبلمنتيشن اوكي، ما قدرتي بلاش، لكن احنا بدنا نسهل الموضوع خالص. الان انا القصه باختصار، لما الفاكتور بيعطيني 4 ايش المطلوب اسوي؟ المطلوب اسوي ليف، تمام، اللي هي نمبر 4. طب كيف بدي اسويها؟ خلاص اعتبري في فانكشن جاهزه انت ورايح دماغي، قولي في فانكشن اسمها كرييت ليف ميك ليف، تمام، وحطي لها البارامتر تبعتها وخلصنا، وعلى الهامش اشرح ايش بتسوي الفانكشن هاي. والله ان قدرتي كمان تكتبيها بعد هيك بشكل كامل انت هيك خلصت السؤال من كل اتجاهاته، لكن انا بقول دائما البروبلم تبعتك قسميها لسب بروبلمز، واحده واحده خلصيهم بالدور. احنا بنقبل بالفانكشن وديسكريبشن عليها وخلصنا، يعني لو ما عملتيها بجابه بسي مش مشكله، مقبول خلاص. اذا نرجع لسؤالنا الان، لما الفاكتور بيعطيني 4 او نمبر، ايش المطلوب نسوي في الحاله هاي؟ بدنا نقول له ميك ليف او نيو ليف. طب الليف هذا شو هو؟ ايش اساسه الليف؟ اي دي اذا كان اي دي فاصلة اي مثلا، او نمبر فاصلة 4، بس هاي كل الليف، لانه الليف بتكون من ايش يا بنات في الرسمه؟ لما رسمنا هاي مش قلنا الزائد اي 4 ناقص سي؟ فانت الليفز عباره عن ايش عندك؟ الليفز في الاخر يا اي دي وبتقول الاكسيم تبعه، يا نمبر وبتقول الفاليو تبعته، هاي الليفز اللي عندي، صح ولا لا؟ طيب اذا واضحه الان، لما الفاكتور بيعطيني نمبر حتقولي لي خلص سهله ميك ليف نمبر 4، لما الفاكتور بيعطيني اي دي حتقولي لي سهله اعمل ميك ليف اي دي فاصله الاكسيم تبع هذا الاي دي اللي بدك اياه. طيب لو ما اعطانيش فاكتور، لو اعطاني مثلا هذه يا بنات الترم ترم في فاكتور، ايش نسوي في الحاله هذه؟ هتقولي لازم اعمل كريت لنود، النود فيها الضرب وفيها الشق الشمال بدي اشر عليه وفيها الشق اليمين بدي اشر عليه، صح ولا لا؟ ايش الشق الشمال بدك اشر عليه؟ اللي حتطلع من ترم، مش الترم هذا بيطلع لي في الاخر مثلا شجره، والفاكتور هذا مثلا بيطلع لي شجره. انا الان لما بشوف هذه الصيغه بقول بلزمني نود ثلاث اجزاء، الجزء الاول هي ضرب، الجزء الثاني الجهه اللي بتاشر على الشمال هي شايفه كيف، والجهه اللي بتاشر على اليمين بغض النظر ايش تمثل الشمال، ما هي الشمال ممكن تكون شجره كامله زي هذه، طلعي في الناقص اللي فوق هذه، شايف الطرف الشمال ايش هو؟ شجره كامله. فانت تطلعي في كل انترر نود في كل اوبريتور بتلاقيها بتاشر على الشمال على شيء وعلى اليمين على شيء، وبتتحدد الاوبريتور، مش هيك النود الانتر نود؟ بينما الليف لا، الليف لا، الليف يا اي دي ورقمه قيمته، يا نمبر وقيمته، خلصنا. يعني انا مش محتاج اعمل في الجرامر تبعي في الرولز الا ميك نود وميك ليف او نيو نود ونيو ليف، صح ولا لا؟ فبتكون تبغى القصه هاي. طيب الان في شغله ثانيه مهمه، انا لما قلت له الفاكتور اعطاني 4 ايش قلنا حنسوي؟ قلت لي حنعمل ليف صح، وتقولي نمبر صح وقيمته 4، هذا خليه في الهواء ولا حط له اسم؟ ايش الاسم؟ هو فاكتور دوت فال مثلا، بقول له فاكتور دوت فال او فاكتور دوت نود او فاكتور دوت ليف او زي ما بدك سمي اللي بدك اياه. اما لازم هذه الليف ليش يكون لها اسم؟ ليش يكون لها اسم؟ عشان لو كمان شويه واحد بده ياشر عليها اسويه بالاسم هذا، شفتي كيف؟ عشان يصير ياشر عليها، وضحت؟ هاي الاركان تبعت الشجره تبعت اللي بدي اعملها. طيب تعالوا الان نشوف الجرامر ونتكلم فيه، نشوف بشكل اوضح. هاي
تمام. تعالوا نشوف. شوفي طبعا انا عمل المثال مقتصر على الزائد والناقص، لكن انت ممكن بنفس الاليه تكبري للضرب والقسمه. اطلع من الاخر، لما تي اعطت نمبر ايش قال بدنا؟ بدنا نعمل فانكشن او كلاس واتيفر زي ما بدك، نيو ليف. هذا الليف عباره عن ايش؟ الاوبجكت مثلا النمبر، وهنا ايش بدنا نحط؟ الفاليو تبعته 4 5 6 على حسب. فانا ايش عملت في المنطقه هذه؟ انا عملت ليف فيها نمبر رقم 4، وايش سويت كمان؟ واعطيتها اسم سميناه تي دوت نود، سمي واتيفر، خلاص المهم بدك تحطي لها اسم، خلاص. اذا بمجرد ما هاي البرودكشن تكون موجوده حيكون عقبالها طلع اوبجكت او طلع ليف فيها النود اللي هي نمبر 4 مثلا. طيب لو التي اعطت اي دي ايش بيصير؟ نفس الفكره، بدي اقول له بدي اعمل ليف المره هذه اركانها اي دي فاصله القيمه تاعت هذا الاي دي اي بي سي دي وات ايفر، تمام. وهذا الليف اللي انا عملته بده يساوي قيمته مين؟ مين بدي اشر عليه؟ التي، لانه التي طلعته، يعني التي بدها تكون بتاشر على هذه الليف باختصار. فتي دوت نود بتساوي هذه القيمه اللي انا طلعتها. طيب لما التي يا بنات مثلا التي اعطت اي، والاي اعطت شجره معينه، انا ركزي لي على هذه، عفوا هنا ايش انا شغالين؟ التي اعطت الاي هذه هي، ايش حنسوي في الحاله هذه؟ اكيد حتقولي البوينتر تاع التي بدي اشر على الشجره اللي طلعت تاعت الاي، صح ولا لا؟ مش هذه الاي بدها تنقلب وتصير شجره في النهايه وبتصير الاي دوت نود بتاشر عليها. طب لما التي بتعطيني الاي هذه ايش حنسوي؟ ولا شيء، مش حنعمل لا كريشن لا نود ولا ليف، لكن بس حخلي النود الفاليو هذه تؤشر على مين؟ على المكان تاع هذا. عشان هيك ايش اختصر وقال التي دوت نود تساوي الاي دوت نود، لانه الاي هذه حتتفرع للسنتاكس تري كمان شويه. فلما اقول التي بتساوي اي، يعني خلاص هذه التي دوت نود حتاشر على نفس الاي اللي كانت تاشر عليها. فكيف بعمل الحركه هاي؟ تي دوت نود تساوي اي دوت نود، يعني هذا هو نفسه هذا. لكن لاحظي هنا ما عمل كرييشن لنود فيزيكال فعليه، لا عمل ليف ولا عمل اوبريتور، لانه بس اللي بيعمل الليف والاوبريتور الاوبرانس. لكن لما يقول لي اي بتساوي تي ولا تي تساوي اي، انا ما عمل شيء، يعني مساواه انه هذه النود الموجوده عندي صار فلان زيها، صار فلان ياشر عليها، سواء اي بتساوي تي او سواء تي تساوي اي، نفس الفكره. فهدول التنتين شايفين كيف؟ قال لي خلاص الفاليو تاعت هاي تساوي الفاليو تاعت هاي باختصار. طيب تعال اطلعي في الاولى مثلا، لما الاي بتعطيني اي زائد تي، ايش في حالنا نسوي؟ في اوبريتور الان، فلازم اعمل في الحاله هذه ايش؟ نود. طب من ايش بتتكون النود؟ هي اللي انا عملتها الانترنال نود، من ايش تتكون؟ بتتكون من الاوبريتور الناقص او الزائد، هنا في حالتي زائد. طب خلصنا هيك النود ولا لا؟ لسه، هذه الانترنال نود فيها طرف شمال وطرف يمين. على مين بتأشر من الناحية الشمال؟ على مين بتأشر من ناحية اليمين؟ عشان هيك ايش بقول له أنا؟ بقول له بتأشر من الناحية الشمال على الشجرة اللي بتطلع من وين؟ من الإي 1. وبتأشر من الناحية اليمين على الشجرة اللي بتطلع من وين؟ من التي. مش 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 هذه طلعت شجرة الإي؟ وهذه التي طلعت شجرة؟ الآن أجت الإي هذه اللي هي عبارة عن زائد، قال لي خلاص هذه بنعمل نود اسمها زائد وبتأشر على هذا الطرف بتأشر على هذا الطرف. حاخذ مثال الان، حوريكي مثال كامل لنفس الانفكس اللي فوق كيف تطلع التري، بس انا قاعد بحاول اشرح لك كيف عمل السيمانتيك رول اللي بطلع السنتاكس التري. وضحت؟ طيب لو عمل ناقص، يعني لو قال الاي بتعطيني اي ماينس تي، ايش نسوي في الحاله هذه؟ بدنا نقول في انترنال نود ناقص بتاشر على الاي هذه وبتاشر على التي هذه، وهذه كلها على بعض لها اسم. شايف هالاي دوت نود هذه عباره عن ايش؟ اسم النود الكامل. لما انت عملت النود هذه مش لها اسم؟ مين اسمها؟ اي دوت نود او اي دوت نود. طيب خلينا نعمل بس مثال عليه عشان تتضح الصوره اكثر للي لسه مش واضحه له. خليني امسح هذا الكلام ونعمل مثال ونشوف. والمثال ده نشتغل عليه اي زائد 4 ناقص سي، تمام؟ بدكم مثال الكتاب؟ مثال الكتاب ماينس 4، خلص زي ما بدكم.
احنا ايش اي مثال بيمشي الحال، بس خلينا نشتغل زي مثال الكتاب اللي هو A ماينس 4 زائد C. طيب الان عشان نقدر نعمل التحويل ايش بدك تسوي في الاول؟ بدك تعمل البارسينج تري، مش هيك اتفقنا؟ وبعدين بتحلي الاتريبيوتس عليها، يعني الانوتيتد بارسينج تري بتطلع معك الاشي التحويل المطلوب، مش هيك كنا نشتغل؟ كيف كنت تتعاملي دائما مع سنتكس زي الديفينيشن؟ مش بتعملي بارسينج تري وبتحلي عليها الاتريبيوتس بيطلع النتيجه التحويل المطلوبه؟ وهي اللي انا بدي اسوي في الاول. الان ايش السنتكس، ايش البارسينج تري ل A ماينس 4 زائد C؟ هتطلعي هان هتقولي لي باختصار ال E مش هيك عباره عن ايش؟ E زائد T. وال E هاي E ماينس تي، والاي هاي تي، والتي هاي نم الاي دي اي دي، والتي هاي نم اللي هو 4 وهذه ايه، والتي هاي اي دي اللي هي سي. الان عملنا البارسينج تري، ايش حنسوي الان؟ بدنا نحل الاتريبيوتس عليها، صح ولا لا؟ طبعا كيف احل الاتريبيوتس؟ لو اجيتي تطلعي حتلاقي دائما البيرنت بيعتمد على الابناء، البيرنت بيعتمد على الابناء، البيرنت بيعتمد على الابناء، اذا واضح انه كلهم سينثيسايزد، واضح انه هذا اس اتريبيوتد جرامر، يعني الخلاصه بوتوم اب بحلها، ديبث ترافيرسال بحلها، تمام؟ اه بحلها بسهوله. تعالوا نشتغل عاد. لما طلعي لما التي بتعطيني اي دي ايش بيقول لي الرول؟ بيقول لي اعمل على طول ليف. مال هالليف؟ ليش تتكون الليف؟ بتتكون من اي دي قيمته ايه، مين اسمه؟ تي دوت نود اسم الليف هاي، صح؟ لانه هيو قال لما تي اعطت اي دي، مش انت عملتي ليف للاي دي، شو اسمها هذه؟ تي دوت نود هاي، يعني المسؤول عن الليف هذا التي، عشان هيك عملت له فاليو وسميته تي دوت نود، اشر على الاي دي اللي انا عملتها او الليف اللي انا عملتها. طبعا الشاطرين حيقولوا نفس الفكره لهدول، حيعمل دوت نود وحيعمل هنا ليف نمبر قيمته 4 ويصير هذا ايش؟ بيأشر عليه. ونعمل هنا ايش كمان؟ اي دي سي، والتي دوت نود هذه مالها؟ برضه بتأشر عليه. على السريع خلصتم بوتوم اب بعتبر بنشتغل، تمام؟ طيب الان تعالوا نشوف، طب لما الاي بتعطيني تي ايش بيصير؟ حتقولي لي خلص هي طلع القانون اللي انا حطيته قبل شوي، قال لي خلص نفس الفاليو تبعته حتساوي الفاليو تاعت التي، يعني حتقولي لي بالعربي دوت نود هنا خلص اشرع على طول على القيمه اللي هنا، صح ولا لا؟ مش انا كنا نقول لو هذه 5 واي دوت نود تساوي 5 خلص على طول تاخذ القيمه مباشره تبعتها، مش بضل انقلهم في بعض، صح ولا لا؟ هي نفس الفكره، هذه قيمتها هاي، وبقول لي هناك اي دوت نود تساوي تي دوت نود، يعني بالاخر هاي بتصير تاشر على هاي، يعني هذه هي نفس قيمه هاي. يا لو افترضت انه هذا اوبجكت، يعني هذا قيمه الاوبجكت مثلا، فرضت مؤشر هذا قيمه المؤشر حسب احنا ايش بنفترض في الشغل تبعنا. طيب الان تعال نكمل بنفس الاليه، لما الاي بتعطيني اي ماينس تي، تعال اطلع ايش بقول لي. لما الاي بتعطيني اي ماينس تي ايش بقول لي؟ اول حاجه بقول لي ايش؟ اعمل نود، تمام؟ هاي اي بتعطيني بدي اعمل نود، اعمليها وين ما بدك ان شاء الله في اخر الدنيا، المهم بدك اعمليها، المهم الاسلاك تبعتها وين رايحه، التوصيلات تبعتها وين رايحه. انا بدي اعملها هان هاي جنب هذه لانها الها، ايش اسمها؟ ماينس، صح؟ مين الطرف؟ هاي شايفه اي بتعطيني الاي، طبعا الابن ناقص التي الابن الثاني. الان ايش بتكلم؟ بقول لي قيمه الابو يعني مين؟ يعني هذا، ايش حتساوي؟ قال بدنا نعمل نود اسمها ناقص، الطرف الشمالي بتاشر عليه مين هو؟ الاي 1 هذا، يعني هذا الاي 1 ايش قيمته؟ هذا بتصير تاشر عليه الطرف الشمالي، يعني هذا معناها انه هذا الطرف حياشر على هذه، صح؟ يعني هذه حتاخذيها هيك باختصار. لانه ايش بقول لي؟ بقول لي الاي دوت نود اللي هان اللي هان تؤشر على اي دوت نود الابن، صح؟ يعني ايش هذه قيمتها؟ هي هاي هي، يعني بالعربي هذه حتصير هي قيمتها، صار لا. طيب الجزء هذا بيأشر على مين؟ قال لي شايفه؟ قال لك
التي دوت نود قيمته تساوي تي دوت نود اللي هي الدي دوت نود تاعت هذه اللي هي التي دوت نود تاعت هذه اللي هي وين؟ اللي هي هذه تو قبل شوي مش هيها؟ يعني هذا حيأشر هذا. شفتي كيف؟ يعني صار عندي الآن نود ليف ليف. طيب تعالي للأخيرة لما الإي بتعطيني إي زائد تيرم إيش بقول لي؟ بقول لي برضه نفس الفكرة بدي أعمل إيش؟ نود للزائد هذا حيأشر على مين؟ على الإبن هذا صح؟ اللي هي هايها وهذا حيأشر على الإبن هذا اللي هي هاي. الآن إيش اللي أنا رسمته بالأحمر هنا باختصار؟ اللي رسمته زائد بيأشر على سي وعلى ناقص والناقص بيأشر على A وبيأشر على 4. شايف الرسمة هاي؟ هي اللي أنا عملتها سنتاكس 3 هاي. طلع مش هذا السنتاكس؟ إيش النوت هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن ثلاث أجزاء الزائد والطرف الشمال والطرف اليمين هاي الزائد والطرف الشمال والطرف اليمين. طيب ايش الطرف الشمال؟ ناقص بالضبط ايه 4. شفتي كيف؟ الخلاصه انه انا حصلت على سنتاكس تري من الجرامر الموجود عندي ببساطه. والايديا مش صعبه، الايديا الفكره سهله، انه الليف بدي اعمله لما بكون عندي اي دي او نمبر في الاخر، والانتر نود بدي اعمله لما بكون في عندي اوبريتور زائد او ناقص، لانه هيك طبيعه السنتاكس. السنتاكس تري عباره عن ايش يا بنات؟ عباره عن نودز وليفز. الليفز تكون فيها الارقام والايدنتيفايرز، والانتر نود تكون فيها الاوبريتورز. وضحت؟ فهي هي باختصار القصه تبعتنا. الان اللي مش فاهمه ايش تسالني. هذا جرامر الكونكلوجن، هذا جرامر او سنتاكس دايركت الديفينيشن بيحول من انفكس لسنتاكس تري باتباع الرولز اللي هناك، اللي هي عباره عن كرييت للنود او كرييت للليف. كرييت للليف متى؟ لما بكون عندي نمبر او اي دي. كرييت للنود متى؟ لما بكون عندي اوبريتور. ذاتس ات، هاي كل اللي قلناه. الان اللي عنده سؤال يتفضل يقول السؤال، اللي مش فاهم شيء يتفضل يقول. تمام نكمل. طيب الان عشان نكمل يا بنات، الجرامر هذا لو بدي اعمل بريدكتيف بارسر هل هو صالح لذلك ولا لا؟ وليش بقدر اعمل بريدكتيف بارسر؟ ليش؟ لانه في عندي ليفت ريكيرجن. هيك خلينا نقول المصطلح الصحيح، مش في بدايه مكرره، ليفت ريكيرجن. تمام. طيب ايش الحل؟ اغير الشكل، احافظ على المضمون، اطبق قوانين الليفت ريكيرجن. مزبوط. طيب هل قوانين الليفت ريكيرجن السابقه اللي انا تعلمتها بقدر استخدمها؟ مش انا تعلمت شيء الليفت ريكيرجن قبل هيك واخذت قوانين بقدر استخدمها واشتغل؟ انا مش عارف، انا بسال، انا بدي جواب، انا بدي منكم جواب. يقولوا لي اه او لا. كلكم قلتوا اه، مع انه انا جاوبت المحاضره اللي فاتت نفس السؤال وقلت لا، معناها انتم نايمين وما بتدرسوش. انا سالت السؤال وجاوبت المحاضره اللي فاتت قلت لكم لا بزبطش. اليوم ولا معكم خبر في المحاضره السابقه وبتقولوا اه بنفع. احنا قلنا بنفع بشرط ما يكونش مقترن مع رولز بصير بنفع. بسبب وجود الرولز المره اللي فاتت قلنا بزبطش استخدم القوانين السابقه. ليش؟ لانه مش مديني كيف اتعامل مع الرولز. طب شو الحل؟ الحل قلنا في اخر شابتر 5 حناخذ قوانين جديده للليفت ريكيرجن توريني كيف تتعامل مع الشقين، الشق هذا والشق هذا عشان اقدر استخدمهم، لكن مش اليوم حناخذ القوانين هذه، المره الجايه. وضحت؟ طيب نتكلم في الاخر. انت شكلك مش حتهدي الا تجيبه على الساعه 6 على الجامعه. طيب طيب خلونا الان بس نكمل عشان نخلص ونتكلم براحتنا في الاخر. طيب هذا مجرد المثال اللي احنا حليناه قبل شويه، نفس المثال اللي انا حليته بس قاعد بوريكي في النهايه السنتاكس تري اللي طلعت. طيب الان ايش الجرامر هذا؟ ايش رايكم في الجرامر هذا؟ شو عباره عن ايش؟ ايوه هذا شلنا منه الليفت ريكيرجن. ممتاز.
وطبقنا القوانين اللي ما اخذناهاش اللي قلنا حناخذها بعدين، طبقنا القوانين وطلع لي جرامر شكلا جديد لكن مضمونا واحد. ايش المضمون تبعه؟ من انفكس لسنتاكس تري، ما تنسيش القصة هاي. طيب الآن هذا الجرامر ممكن أسأل عليه ثلاث أسئلة مختلفة. السؤال الأول ممكن أقول لك اعملي لي بارسينج تري ل A ناقص 4 زائد C، هذا سؤال بس مش هنعمله الآن، عملناه قبل في أمثلة سابقة. السؤال الثاني ممكن أسألك عنه أقول لك اعملي لي annotated بارسينج تري زي ما عملنا بالأحمر، ولازم تطلع في الحالة هذه إيش؟ حتى على الجديد هذا لازم يطلع اللي هو سنتاكس تري. السؤال الثالث برضو اللي جاوبناه المرة اللي فاتت واللي الآن برضو الكتاب سألنا عنه وحنجاوبه، اعمل ديبندنسي جراف، أخذناه المرة اللي فاتت. تمام، متى أنا بحتاج الديبندنسي جراف؟ يعني هل هذا السؤال أنا بحاجة إلى ديبندنسي جراف فيه ولا لا؟ ما رأيك في هذا السؤال؟ هل أنا بحاجة إلى ديبندنسي جراف ولا ما فيش داعي؟ أيوة، طالما في إنهيرتانس معناها أنا بحاجة إلى ديبندنسي جراف. أنا كيف ممكن أحكم؟ عشان أحكم بشوف تيستينج لكل الأتريبيوتس اللي عندي، إذا لقيتهم كلهم من نوع synthesized يعني as attributed خلاص بديش dependency، لأنه البوتوم أب بحلها، depth traversal بحلها، إيش أوتوماتيك بحلها. لكن إن لقيت لقيت في attribute مرة بعتمد على الأخو، مرة بعتمد على الأبو، مرة مش عارف بعتمد على مين، مش عارف أحلها إلا إذا عملت قبلها dependency graph، يعني مين أزور في الأول، مين أحل في الأول عشان أقدر أحلها. وعشان أقدر أحدد خذي نظرة عامة على الأتريبيوت، تعالي أوريكي كيف. مثلا الآن هو بتكلم عن أتريبيوت تبع مين؟ تاع الأبو، لأنه هاي الإهانة تعتمد على الإيبار نود أو سيس سن، يعني الأب بيعتمد على الإبن، هذا فيش في مشاكل، هذا سينثيسايز. إنجل اللي على تحتها بتكلم على الإيبار فاليو إلها، يعني بتكلم عن هذه وتساوي الفاليو تاعت التي اللي معاه أخوه، إذا هذا إنهيرتد. طالما شفت إنهيرتد خلاص بريح دماغي، بقول بيلزمني ديبندنسي جراف حتى أحل. طب واحدة بتقول أنا لو ما عملتش الديبندنسي جراف ورسمت البارسينج تري بقدر أحل ولا بقدر أحل؟ طبعا بتقدر، بس حتضل تعيدي وتزيدي ألف مرة في الرسمة تبعتك. إيه تطلعي هاد، لازم أعرف هذه في الأول، بعدين باي تريل أندر تروح تحلي هذه، لقيتيها بتعتمد على حدا تاني، وتضلي رايحة جاية في الرسمة طالعة نازلة أكثر من مرة قبل ما تحليها، بتحليها في النهاية. لكن كل مرة بدك تشوفي وين، لكن الديبندنسي بريحك، خلاص الديبندنسي بقول لك روحي هان 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 بتنحل على السريع. فبس هي اهميه الديبندنسي. لكن انا بقدر احل الاسئله بدون ديبندنسي كهيومن، مش ككمبيوتر، كهيومن اني اقعد ايش تريل واجرب، لا هذه قبل هذه بعد، زي ما عملنا المحاضره السابقه. تمام، طيب الان المطلوب نعمل ديبندنسي جراف لمين؟ ل A ناقص 4 زائد C، هاي بدنا نسوي الان، هيك الكتاب شغال. طبعا الان ليش حمسح الرسمه؟ امسح اللي بالاحمر بس واشتغل على هاي، ولا امسحها كلها اللي بس اللي بالاحمر؟ لا. ليش؟ طب ما نخلي الاسود. ايوه الجرامر اختلف، يعني على طول ايش اسوي انا؟ ايوه برافو عليك شاطرين، صحصحوا ما شاء الله عليكم، صحصين على الاخر بالمره. بالعكس هي اساس الكومبايلر هذا، والمفروض انا اخذتوا المشروع عشان تعرفوا ليش انه هذه اساس الكومبايلر. والله عن جد هي لو اخذت المشروع كان عرفت بالضبط انه لب الكومبايلر هو هان. عارفين ليش هذا لب الكومبايلر؟ انتم مش عارفين، انا بدي اجاوبها السؤال لانه سؤال مهم. هذا لب الكومبايلر لانه قاعد يعلمك الان كيف احول من صوره الى صوره بالضبط. هذا اللي انت دائما حتسويه في الكومبايلر. الكومبايلر عباره عن ايش عشان تكون في الصوره؟ تحويل كامل من شكل الى شكل. كيف بده يتم تحويل الكومبايلر من شكل الى شكل؟ من خلال السنتاكس دايركت ديفينيشن بس. لكن طبعا حيكون الكلام الموصوف هان شو هو؟ كل تفاصيل اللانجويج. هان هو مركز على مين بس في اللانجويج؟ على الانفكس. تنسيش انه الانفكس مقطع من اللانجويج. اللانجويج مش بس وايل، اللانجويج مش بس دو، اللانجويج مش بس فانكشن، اللانجويج فيها اوبريتورز، فيها انفكس، فيها ريليشنز، واضح ولا لا؟ فهان المثال صغير اخذ حاجه من اللانجويج اللي هي الانفكس وقاعد يعلمني كيف هذا الانفكس احوله مثلا للتري.
وقدام هيمسكه كمان لو كان معنا واجد في شباتر 6 و7 كان هيعلمني كيف هذا الانفكس احوله لتري ادرس مود. شفت كيف؟ ليش؟ لأنه وكان وإذا حولته لتري أدرس مود كيف بعد هيك أعيد نفس الشغل وحول من تري أدرس مود لللانجويج تبعتي اللي هي اللو ماشين. فدائما التحويل هتلاقيه بياخذ نفس الاستراكشر. شفت أنت كيف؟ لكن أنا بديك أمثلة بسيطة لسه. المشروعات كان إيش المفروض المشروع؟ المشروع كان الانفكس مع جمل وايل مع جمل دو بلغة معينة تعملي لها سنتاكس دايركت الديفينيشن يطلع الإشي بلغة ثانية. فالحمد لله الله عافاك وبس أنا ندمان إنه الله عافاك فيها يعني يلا لعله خير. طيب لعله خير. لو سألتيني السؤال الأسبوع اللي فات كان ما شلتش المشروع. أيوه سألتيني متأخر. طيب على كل الأحوال لا لا ما هو لازم أنتوا في النهاية الكومبايلر إحنا بنشرحه ليش؟ عشان تقدر تتخيليه واقع مش إنه تخيلي إشي قاعد نشرحه وأنت مش فاهم وين ده مكانه في الكومبايلر. هذه مشكلة. إحنا كل الدروس هذه لها دايركت يعني ريليشن للكومبايلر. فإذا ما كنت شايف هذه المشكلة معناها في خلل. فأنا بتحمل جزء إنه ما خلت المشروع تمام. طيب على كل الأحوال الآن خلونا نتابع بدنا نعمل اللي هو A ناقص 4 زائد C تمام. فبدنا نعملها بارسينج تري في الأول وبعدين بنحل عليها الديبندنسي زي ما عملنا المرة اللي فاتت. الآن كيف بدنا نشتغل؟ أكيد حتقولي لي E مزبوط. إيش هتعطي الترم والاي بار. الترم هذا شو بده يكون؟ اي دي على طول خلص. الان الاي بار ايش بدها تكون؟ ناقص تي اي بار. الاي بار ايش بدها تكون؟ زائد ترم اي بار. الان خلصنا الاي بار الاخيره شو بتكون؟ إبسلون. والترم هذا شو بده يكون؟ اي دي ولا نمبر؟ والتي هذا نمبر وخلص. والتي هذه خلصت. الان بالاسود ايش رسمنا على اللوح؟ البارسنج تري ل اي ناقص 4 زائد سي. الان بدنا نشتغل ديبندنسي وقلنا المره اللي فاتت عشان تشتغلي ديبندنسي بدك تشوفي كل وحده ايش عقبالها اتريبيوتس تحطيهم كنودز وتشوفي مين بيعتمد على مين وترسمي الاسهم تبعتك وبعدين بيجي الترقيم. الكتاب بيختصر وبعمل الترقيم على طول من الاول خلاص. احنا بدنا نشتغل بالترتيب. عشان هيك لو بدي اخذ كمثال التي بيعطيني اي دي ايش هنا في اتريبيوت مزبوط اسمه نود. هاي اتريبيوت اسمه نود وفي اتريبيوت انا عملته اللي هو الليف صح اللي هو بدي امثله خلاص بدي امثله بهذا اللي بيعتمد على الاي دي. هذا بيعتمد على الاي دي مزبوط. الان مين بيعتمد على مين هنا؟ انه انا لازم اعمل كرييشن لهذا الليف عشان اقدر اعرف قيمه النود باختصار. اذا انا مثلت الاوبجكت اللي عندي بنود ومثلت الاتريبيوت تاع هذا برضه بنود ثانيه وعملت السهم مين بيعتمد على مين. خلصنا هذه اذا التي اعطت اي دي. طبعا نفس الفكره لما تي بتعطي نمبر حتقول نفس الفكره حتقولي لي هذه عباره عن نقطه زي هيك وهذه عباره عن اسمها نود وسهم من هالهان هاي ديبندنسي. وحتقولي لي نفس الفكره التي اللي هان اللي هي نود مزبوط مع الاوبجكت اللي انا عملته هنا الايدنتيفاير. لاحظي انا ليش ما رسمتش الليف هان ولا رسمت النمبر هان؟ لان انا مش مطلوب مني انوتيتد مش مطلوب مني احل. لو طالب مني احل بيطلعوا معايا مرسومين لازم ارسمهم. انا مطلوب ديبندنسي وقلنا المره اللي فاتت ديبندنسي فقط ايش الاتريبيوتس ومين بيعتمد على مين فقط هاي الديبندنسي مش طالب مني احل النتيجه. ففي فرق بين الانوتيتد وفي فرق بين الديبندنسي. اوكي الديبندنسي بتيجي اول بعدين بيجي الانوتيتد يعني قادرين نكمل عليها بعدين ونرسم كمان. طيب خلونا نكمل الان تعالوا نتطلع لما الاي بتعطيني تي اي بار وينها؟ اول وحده صح؟ اول شيء ايش بقول لك؟ بقول لك هذا الاب له فاليو اسمها نود وهذا الابن له فاليو اسمها السن. خلينا نحطهم هاي اول شيء هذا له فاليو اسمها نود وهذا الابن له فاليو اسمها سن ومين بيعتمد على مين؟ هيك السهم
يعني لازم اعرف هذا عشان اعرف هذا، مش قلنا المره اللي فاتت هاي اللي فوق لازم يعرف هاي. لسه ما خلصناش، في كمان اتريبيوتس. الاي بار هذه نفسها كمان لها اتريبيوت ثاني اسمه انهيريتد، والتي هاي لها اتريبيوت اسمه نود. هيني راسمه التي مرسوم. الان مين بيعتمد على مين؟ هاي عشان تنحسب الدارف هاي، عشان هيك بنعمل السهم ايش هيك. شفتي كيف على طول لما اداني الاي بتعطيني تي اي بار، حطيت الاتريبيوتس اللي تكلم عنهم ووصلت الاسهم بيناتهم. طيب الان كمل بنفس الاليه، لما الاي بار بتعطيني ناقص تي اي بار، يعني هان اول شيء ايش بقول لك؟ بقول لك هذا الابن إلها اتريبيوت اسمه انهيريتد، صح؟ تعالوا نشوف الابن، وين الابن؟ اللي هو هذا، صح؟ إله اسم ايش؟ انهيريتد. طيب هذا اول حاجه. كمان الاوبجكت هذا اللي انا بدي اعمله، تمام؟ وين انا وصلت؟ تمام. الان الاوبجكت هذا بيعتمد على مين؟ على الاي بار، على الابو، مزبوط؟ وعلى مين كمان؟ يعني عشان احسب هاي لازم اكون عارف هاي واكون عارف هاي من الاخر، مش هيك؟ انا مش عشان احسب هاي لازم اكون عارف الاي بار انهيريتد، يعني مين هذا الاي بار بالنسبه له؟ الابو، صح؟ ولازم اكون عارف مين؟ الاخو. يعني كيف نمثلها بالاسهم؟ يعني يا بنات لازم اكون عارف هاي ولازم اكون عارف ايش؟ هاي. مش هاي هيك بقول؟ مش بقول الاي انهيريتد تساوي نيو نود اللي هي ناقص التي دوت نود والاي دوت نود هدول مع بعض هيهم، مزبوط ولا لا؟ ها طلعي طلعي هي بده اثنين فاليو عشان يعرف تاعت الابن. مين هم الاثنين الفاليو؟ اول شيء التي، وين هالتي؟ هي اللي جنبه الفاليو تبعتها اللي انا رسمها. ومين كمان؟ الانهيرت تاعت مين؟ تاع الابو. عشان هيك انا قلت له هذه النود عشان تنحسب بدها التي تاعت الاخو وبدها الانهيرت تاعت الابو، هي هم مرسومين. فوصلت اسهم عشان عرفت هاي. شفتي كيف؟ الآن بنفس الآلية كملي. في إشي تاني؟ آه في إشي تاني موجود معاهم. إيش بقول؟ بقول الإي بار هذه، مزبوط، اللي هي إي بار من الأبو، يعني الأبو هذا وينه؟ هيو سن أنا راسمه، ماله؟ بيساوي السن تاع الابن نفسه. يعني هذا الابن توه إله إيش كمان؟ إله سن في سايز طبعا، وبرسم إيش؟ هيك سهم. شفتي كيف؟ هذول كلهم طلعتهم من وين؟ لما الاي بار اعطتني ماينس تي اي بار، لقيت في معادلتين. المعادله الاولى كانت تتكلم انه هذا وهذا عشان اعرف هذا، والمعادله الثانيه بتقول لي السن تاع الابو بيساوي السن تاع الابن، فعملت له اتريبيوت ووصلته. هذا كان له مرسوم من اول. الان تعالوا حنعيد نفس القصه ثاني. لما الاي بيعطيني زائد تي اي، ايش حنسوي؟ نفس الفكره، حتقولي لي هذه الها انهيريتد، عشان تنحسب بدها تي الاخ وبدها انهيريتد الاب. هيك بكون خلصت المعادله الاولى. المعادله الثانيه ايش بتقول بنفس الاليه؟ سن الابن هذا بيعطي الاب، لانه سن الاب بيساوي سن الابن. هذا لما اعطتني زائد تي اي، نفس اللي صار قبل شويه بالضبط، تمام؟ طيب اخر حاله لما الاي بار بتعطيني ابسلون، ايش بقول ببساطه؟ بقول السن تاع الابن هو نفسه، هو نفسه ما فيش ابن اب هنا، السن تبعه بيساوي الانهيريتد تبعه. يعني بالعربي هذه ايش حعمل سهم هيك؟ انه السن تبعه بيساوي الانهيريتد تبعه، فهذا بيعبر عنها بالسهم هذا. مش سن اسنانه، ايوه سن سينثيسايزد، والانهيريتد الان اتش انهيريتد، ايوه ايوه. طيب وضحت؟ طيب خلصنا هيك، وضحت الديبندنسي هيك. واذا بدكم تشوفوها بشكل ارتب هيها. طبعا لاحظوا يا بنات انه الديبندنسي هنا في الكتاب ايش عمل؟ رقمهم. يعني احنا بعد ما بنعمل النوز مش قلنا بتيجي ايش؟ مرحله، علق البروسيسور، اه مرحله الترقيم، تمام؟ فبدك ترقميهم بالشروط اللي اتفقنا عليها المره اللي فاتت 100%. الرقم اللي فوق دائما على راس السهم اكبر من الرقم اللي على السهم، تمشي الامور ان شاء الله، تمام؟
هاي رسمة الكتاب وهاي رسمتنا، الاثنين في النهاية واحد. طيب ايش خلاص بس في الأول هذا الدرس خلاص. يا لهوي الطلاب ولا بده بركات ولا حاجة. ماشي في الأول في أسئلة هنا؟ فيش أسئلة؟ بريك. طبعا الآن في سؤال ثاني، في سؤال في نفس الموضوع ثاني. ايش السؤال بيقول؟ السؤال بيقول بدي اعرف تايب من نوع array. كيف يعني؟ يعني لو كتبنا مثلا انت x، ايش نوع الاكس حتقولي لي انت؟ انتجر. الان في طريقه تعريف array في لانجويج معينه زي هيك، بكتب انت 2. ايش يعني لما بكتب انت 2؟ ايش معناها؟ انه انا عملت بالضبط array من عنصرين من نوع انتجر. طيب ممكن اكتب زي هيك انت 2 3، هذا عباره عن ايش؟ عباره عن array of array. هي صح array two dimension، لكن كيف بنعرفها؟ array of array. كيف يعني؟ يعني بقول عندي array من عنصرين، كل عنصر فيها array من 3. هيك يعني هي نفس المعنى array two dimensions. ممكن اكتب برضو هيك انت 1 2 3، هاي عباره عن array كم dimension؟ 3 dimension. array of array of array of integer، بس الاولى عنصر، الثانيه عنصرين، الثالثه 3 عناصر. طيب كيف اوصفها؟ قال بتقدر توصفيها بطريقه كتابيه كالتالي، انه هاي انا بوصفها زي هيك، بقول array افتح قوس 2 فاصلة انتجر. هيك انا وصفت هاي الاري. طب بدي اوصف هاي، كيف وصفها؟ قال هذه وصفها array افتح قوس 2 فاصلة array افتح قوس 3 فاصلة انتجر سكري سكري القوس. طيب هذه ايش وصفها؟ array افتح قوس 1 فاصلة array افتح كمان قوس 2 فاصلة array افتح كمان قوس array افتح array كمان قوس 3 فاصلة انتجر وسكري كل الاقواس، وهكذا قد ما بدك بتعمل هيك الوصف. طيب الان ايش السؤال؟ ماشي فهمنا الصيغة والوصف، ايش السؤال؟ السؤال اعملي سينتاكس دايركتد ديفينيشن بيحول من هاي لهاي للصيغة، يعني بدي يكتب لي الصيغة تاعت اللي انا كاتبه. يعني لو انا كتبت ككود زي هيك ايش يطلع لي في سينتاكس دايركتد ديفينيشن؟ يقول لي التايب تبعك هو array في array في حسب اللي انا كتبته، يعني اللي بده يطلعه حسبه التايب. من زمان كنا نكتب infix ونطلع الحسبه عند الروت، اليوم بدنا نكتب تايب ونطلع التايب النهائي عند الروت. بوضح ايش بدنا نسويه؟ طيب قلنا عشان نشتغل سؤال من هذا النوع اول شيء بدي افكر فيه شو هو الجرامر اللي بيطلع لي القائمه هاي، مظبوط؟ واتوقع هذه بالنسبة لكم سهلة. ليش؟ لأنه حتقولي لي هي عبارة عن تايب ثم ليست، مش هيك؟ واخذنا زمان كيف نعمل ليست اي دي فاصلة اي دي، مش هيك ولا لا؟ بس هنا بدل كلمة اي دي ايش حنعمل؟ ليست من ايش؟ من هذا البلوك، فتحة قوس نمبر تسكيرة قوس. هذه اكررها قد ما يعني اعتبري هذه اي دي، مش بتعرف تعمل ليست في اي دي من زمان؟ الآن هي مش اي دي، هي افتحي قوس نمبر سكري قوس، ما بنقدرش نعمل منها قد ما بدنا؟ بنقدر، مش بنعرف نعمل ليست ولا لا. تمام، إذا هيك حنفكر، حنقول أنا في النهاية إنه الشكل تبعي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن تايب أساسي ثم ليست. والليست هي عبارة عن ايش؟ افتحي قوس نمبر سكري قوس الليست، قد ما بدك بتقدر تحطي، وفي الآخر الليست بتكون ايش؟ ابسلون. خلينا نشوف كيف وبنتكلم. تطلعيليش كثير على الاتريبيوتس، ركزي على
الجهة الشمال كبيرة كتير. احنا عشان نحاول التصوير نجيب قد ما نقدر يعني. طيب ايه احنا صغار خالص خلاص. طيب المهم المهم تعالوا تطلعوا معي. قال التايب هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن بيسك ثم ليست. مش قلنا السيادة ليست؟ هاي طلع الشكل. عبارة عن ايش التايب الكلي؟ اللي عبارة عن بيسك اللي هو انتجر فلوت دبل واتيفر ثم ليست اللي هي سي تمثل الليست اللي حنشوفها كمان شوي. طيب تعال تطلع على البيسك. ايش البيسك؟ يا انتجر يا فلوت يا دبل على حسب اللي معرفهم هان. مزبوط؟ طيب ايش الليست؟ طلع على الليست. قال لك بده يفتح قوس ونم ويسكر قوس وبعدين كمان مره بدي منها. فقد ما بدك بتقدري تعملي افتح قوس نم سكر سي، السي بترجع افتح قوس سكر قد ما بدك. لما ما بدك خلاص بدك توقفي بيقولوا السي هذه ايش؟ ابسلون. طبعا ممكن تعمليها بشكل ثاني، احنا اخذنا شكل ثاني شويه مختلف في الليست اوف ايدنتيفاير اذا تتذكري. على كل الاحوال مش خلاف، المهم حتى الفكره هنا مش صعبه. انه انا قاعد بقول السي عباره عن هذه النمبر وراها سي. الان لو بدك تشيلي السي ايش حتحطي مكانها؟ نمبر سي نمبر سي نمبر سي قد ما بدك. واحده اثنتين ثلاث قد ما بدك. اذا واضح انه هذا السنتاكس او هذا الجرامر بيوصف ايش؟ السنتاكس اللي انا تكلمت عنه اللي هو عباره عن تايب ثم افتح قوس رقم سكر القوس وقد ما بدك بتعملي من هذا الكلام. في حد عنده اعتراض او في حد مش فاهم كيف هذا الجرامر بيوصف هذا الشكل تاع التايب؟ وضحت؟ اكمل ولا في اسئله؟ لانه بدنا نبني على الموضوع هذا. اذا شيء مش واضح قولوا لي لا مش واضحه. بدك تسالي؟ اكيد واضحه الامور؟ في حد مستصعب؟ طيب الان تعالوا نفكر شويه في الرولز هدول. تمام؟ بدي تفكر، بديش تحفظ، بديش تاخذ الشيء مسلم قدامك، بدي تفكر شويه. الان لما تي بيعطيني بي سي والبي عباره عن انتجر ولا فلوت، مش هذا بده يورث التايب تبعه لسي؟ ليش؟ مش هذه اري اوف اري اوف اري اوف اري فور بيسك في الاخر؟ فور انتجر او فور فلوت، صح ولا لا؟ عشان هيك المفروض انه هذا البي يعرف التايب تبعه عشان يقول للسي خذ تفضل هيو عندك. لانه انت في اخر السي هذه اللي هي افتح جوز نمبر سكر جوز قد ما تعمليهم مش حتعمل اري اوف اري اوف اري اوف اري، ايش اخرها؟ مش في بيسك بدك تكون اري اوف وات اوف انتجر؟ فلازم البيسك يودي قيمته لمين؟ لسي. يعني واضح انه البيسك هذا لازم يكون فيه فاليو، صح؟ طب انا البيسك مش لازم احسبه في الاول قبل ما اوديه، صح؟ لما البي بيعطيني انتجر ايش يكون البيسك في الحاله هذه؟ فعشان هيك ايش قال لي؟ قال لي شايفه؟ قال لي البي دو تايب في الحاله هذه ايش؟ انتجر. طب لو البي اعطاني فلوت التايب تبع البي فلوت، فخلص صارت البي الان التايب تبعها ماله؟ معروف، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نفكر شويه. الان هذا البي معروف، لما اجت السي مش هذا بده يورث قيمته لهذا؟ مزبوط ولا لا؟ فالمفروض السي دوت بيسك ايش يساوي؟ البي دوت تي، صح ولا لا؟ طب هل خلص السي دوت بيسك وخلصنا ولا لا؟ هنا بدك تميزي السي شغلتين. السي التايب الاساسي، ايش التايب الاساسي؟ الري افتحي قوس النمبر فاصلة البيسك، مش هذا التايب اللي انا بدي اياه في الاخر. ايش التايب تاع هذه؟ مش هي كل هذه؟ مش هذه هي السي؟ لازم يكون هذا التايب تاع السي. عشان هيك السي فيها تو فاليوز، فيها التايب الكلي وفيها البيسك تبعه اللي اخذه من جاره. عشان هيك فيها قيمتين، شايفه كيف؟ فيها السي تي اللي بدها تنحسب اللي هي الاري اوف اري اوف اري اوف حسب الموجود، والبيسك. طبعا البيسك اخذ قيمته من وين؟ من البي، عشان كمان شويه يحطها هنا في الاخر. تمام؟ طيب ايش بيقول هنا؟ ايش فاهمين ايش بيقول هنا؟ هنا بيقول مش في تايب اساسي للشجره؟ ايش التايب الاساسي للشجره؟ هو نفسه التايب الاساسي للسي اللي هو هذه. هي لما كتبنا هذه شايفاها؟ مش هذا كله هو التايب الاساسي لكل الجمله اللي هو نفسه التايب تاع السي؟ فعشان هيك ايش قال؟ قال التايب تاع الجمله كلها هو نفسه التايب تاع مين؟
السي اللي بدي احسبه الان لسه ما حسبتوش، بدي احسبه الان. تمام؟ طيب تعال نشوف كيف بده يحسب. لما السي بتعطيني نمبر بين قوسين سي، قولي لي انسي لي هذا شويه، ايش التايب تبع السي هذه؟ مش التايب تبع السي هاي الري شيك النمبر هذا افترض 2 فاصلة السي 1 دوت تي، لان انا لسه مش عارف، يمكن هذه خلصت وممكن هذه تعطيني ايش؟ الري الثانيه، صح ولا لا؟ ف التايب تبع هاي باختصار هي عبارة عن الري 2 فاصلة حسب التايب تبع هاي. إذا هذه أعطتني كمان شوية كمان قوسين حصير إيش هذه تصير؟ الري، وهكذا. طب إذا السي أعطت إبسلون خلص بحط البيسك على طول هنا، صح ولا لا؟ فعشان هيك ما تستغربي من القصة التالية إنه إيش بقول لي؟ بقول لي باختصار التايب تبع هاي هو الري قيمة النمبر اللي هان، لكن هنا ايش حاط؟ السي اللي هو لسه مش عارف ايش حتجيب. والله يعني السي جابت الري بحط الري، السي جابت خلص خلصت بحط البيسك، صح ولا لا؟ ف وبهيك هذه بتضل تمشي بدون مشاكل، وحناخذ مثال عليها. طيب ايش بدنا نعمل؟ طب شو البيسك تاع هاي؟ اذا هذه الري مش بدها بيسك، مين البيسك تبعها؟ مش بيسك الاب؟ عشان هيك ايش كمان سوى؟ نقل لها البيسك. يعني انا الان لما قلت سي تساوي نمبر سي 1 هذه عباره عن ايش؟ الري فاصله النمبر فاصله سي 1، خلاص يعطيها العافيه. طب ما السي 1 حتحتاج ممكن بيسك في الاخر. طب كيف تاخذ من وين تاخذ البيسك تبعها؟ من الابو اللي جابه من البي، مش هذا اخذ البيسك؟ فالمفروض البيسك كمان ايش يوديه؟ للابن. عشان ايش دائما بنقول كل ابن بياخذ الاساسي تبعه من مين؟ من الابو تبعه اللي هو كان انتجر او فلوت، فكل ما بيطلع له ابن بياخذ البيسك منه، عشان اخر واحد تحت هو اللي بده يحط البيسك بشكل صريح. فكيف بده يحطه وما اخذوش وضاع منه؟ فعشان هيك الاب ايش بيسوي؟ كل ما بيكون في سي يعني فتحه اري معينه بقول له تفضل هاي البيسك عندك، من عندي هي تفضل، هاي البيسك عندك، هاي البيسك عندك. اخر واحد تحت خلص بحط البيسك اللي اخذه من الاباء. شفت كيف؟ طيب خلينا ناخذ مثال ونوضح الصوره بشكل اكثر. ناخذ مثال ونجربه وبعدين نشوف الأسئلة تبعتكم ونوقف إن شاء الله. طيب ناخذ المثال لإنت 2 3، المطلوب اعملي annotated parsing tree، يعني لازم أشوف نتيجة التحويل تاعت هذه إيش تطلع؟ array في array، إذا أنا شغال صح. مش هيك؟ هذا إيش تحويلها لازم تطلع؟ إيش الجواب الصح؟ ايش لازم تتحول لو انا شغال صح؟ الري. هذا لو انا شغال صح لازم يطلع الري 2 الري 3 انتجر. ما طلعش هيك معناه انا غلطان، مش هيك؟ لازم تطلع هيك النتيجه. عشان اعمل انوتيتد ايش حتسوي في الاول؟ بارسنج لمين؟ لهاي، مش هيك قلنا؟ وبعدين بنحل عليها. ايش البارسنج تبع هاي؟ حتقول لي تي البيسك والسي. السي عباره عن ايش؟ افتحي قوس نمبر سكر القوس سي تانية. السي هذا عبارة عن ايش؟ افتح قوس نمبر سكر القوس سي ثالثة، والسي الأخيرة ابسلون. تعالوا الآن نحاول نحل الاتريبيوتس تبعتنا. طبعا الأصل إنه كنت أعمل ديبندنسي عشان أعرف أحل، لأنه فيها انهيرتد، بس خلص أنا تعودت على الانهيرتد اللي بياخذ من هان، فححلها على طول بدون ديبندنسي. تمام؟ طيب عشان نحل تعال تطلعي. لا طبعا البيسك هذه ما خلصتهاش، خلصيها. هذه البيسك ايش تكون؟ انت عشان خلص الاشي مزبوط ولا لا؟ تعال نشتغل الان. لما البيسك اعطاني الانت ايش قال لي؟ قال لي بي دوت تي تساوي انتجر. خلاص انتجر، قيمه انتجر. خلاص؟ طيب لما تي اعطاني بي سي ايش بقول لي؟ بقول لي دي تو تي تاعت هاي تساوي السي تو تي تاعت هاي. يعني اذا انا عرفت السي تو تي تاعت هاي بعرف هاي، مش هيك؟ طيب هذه اول معلومه انه التي تو تي بتساوي السي تو دي، لان لازم احسب هذه في الاول عشان اعرف هذه، وكمان شو حنيجي نحسبها. وايش بقول لي كمان؟ السي دوت بيسك هذا السي دوت تي والسي دوت بيسك ايش بيساوي؟
انتجر عشان ما تضيعش القيمة تبعته الأساسية. هيك خلص مين؟ التي بتعطيني بي سي، طبعا لسه ما حسبش. الآن تعالي كملي، لما السي بتعطيني الكلام هذا سي ايش بصير؟ يعني لما بتعطيني هذا ايش بصير؟ قال لك السيد والتي تاعت الأب، يعني مين عن مين بحكي؟ عن هذه اللي أنا لسه بدي أحسبها، ايش تساوي؟ طلع قال لي اكتب تساوي، هاي بدأ يعرف لي إياها، تساوي array افتح قوس النمبر اللي هان اللي هو في حالتنا 2 فاصلة تايب الابن اللي هو اللي أنا لسه مش عارفه. مين تايب الابن يا بنات؟ السيدو تي هذه صح؟ يعني لو أنت عرفتي هاي هتحطيها هان، وهذه كلها هتحطيها هان وبنخلص، صح ولا لا؟ طيب الآن بدي أشوف هاي، لما السي هذه أعطتني هذا الكلام، طبعا في بس ملاحظة بدنا نكملها، السي دوت بيسك تاعت هاي لأنه كملي ما عملتهاش هذه، مش تو أنا قلت النام سي 1 حسابت ووقفت هان، كملي في حاجة تانية، إنه البيسك تاع الابن يساوي أيوة، يعني البيسك تاعت هذا شو يساوي؟ الانتجر عشان ما يروحش مني، خلص انتجر. طيب الآن عيدي، لما السي أعطتني نمبر هذا الكلام حتقول نفس الفكرة، بقول القانون array 3 فاصلة اللي هي مين؟ السي اللي تحت هذه دوتي، إذا أنا عرفتها بحطها هان، وهذه كلها بحطها هان، وهذه كلها بتصير هان، مش هيك؟ في الحسابات؟ طيب الآن إيش كمان بقول لي؟ السي دوت بيسك إيش بيساوي؟ انتجر، مظبوط؟ الآن إيش ضل عندي؟ آخر واحدة السي ساوت إبسلون، إيش بقول لي؟ السي دوت تي حتساوي اللي هي انتجر، ايش يعني هتعملي انت؟ هتحطي هذه وين؟ هنا، ايش بتصير هذه؟ انتجر، وهذه كلها وين هتحطيها؟ هنا، ايش صارت؟ array 2 array 3 انتجر، هذه كلها بتنقليها هنا، اذا واضح انه انا حولت من شكل السنتاكس تاع التايب لايش حولته؟ للوصف تبعه، لايش هو هذا التايب؟ هيك هو الطالب هنا في المثال هذا، تمام؟ هيك في أي سؤال؟ طبعا هذا أكيد له علاقة كبيرة في الكومبايلر كمان مرة، لأنه الآن بتكلم على التايبز، ديري بالك. أيوة، لا لا لا، ما هو لازم تعرف تتأكد، أيوة، عشان تجيب درجة عالية، تمام إن شاء الله، أو كلكم تجيبوا درجات عالية. فقصدي هذا كله في لب الكومبايلر يصب في الانتف، بدأ يحكي في التايبز هنا، قبل شوي في الانفكس بدأ يحكي في التايبز، تمام؟ طيب أي أسئلة؟ والأمور واضحة؟ يعطيكم العافية.